قال صندوق النقد الدولي إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما نجم عنها من تداعيات على أسعار السلع الغذائية في العالم سيكون للبلدان الفقيرة النصيب الأكبر من تحمل أعبائها. وذكر صندوق النقد أن توقف عمليات حصاد المحاصيل الزراعية في الحقول الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على روسيا سيقود إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء عالميا في الأشهر القادمة. And especially if it widens this